السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنتكلم عن خف وترقيع الشتلات. خف وترقيع الشتلات دي احنا بنعملها في البذور الكسر، إن أنت بتزرع في العين الواحدة دي 4 5 بذور، ولما تبدأ الشتلة توصل لعمر معين تبدأ تخف الشتلة زي ما أنت شايف كده، بتفردها تعبي الطبق وتحطها عود عود. طبعا البتنجان ده كله عملنا له عملية الخف، ده مخفوف من بدري وده لسه الخف بتاعه بقاله 3 أيام و4 أيام. طبعا عملية الخف دي لا تفضل، عملية الخف ولا تفضل انك تزرع 4 5 حبات في العين الواحد، لكن لو جبرت على كده ما عندكش اطباق، ما عندكش مكان تفرد في الصواني، تقدر تزرع 4 5 حبات في العين الواحدة، واول ما يبدأ يكون عندك مساحة انت تفرد فيها الشتلات او يكون عندك طباق في وفرة في الطبق تقدر تفردها في الطباق زي ما احنا فردين دول كده. تمام، شايفين في فرق بين ده وبين ده. ده تخف 3 أيام ولا 4 أيام ووقفنا، بعدين رجعنا الناس اشتغلت تاني فأصبح ده أكبر من ده. وفي الطباق برضو بتكون في بذرتين، السمكة بتاعت السك بتاعتهم بتكون كويسة، وبذرتين بيكونوا ضعاف، فيحصل عندي اللي احنا شايفينه ان بذرة بتكون اقوى من بذرة او عود اقوى من عود، فيكون عند الطبق فيه عيدان صغيرة وعيدان كبيرة. لكن عملية الخف بتنجح جدا جدا جدا، الشتلة ما تخافش عليها، لما بتبدأ تطلعها ببعض الشعرات الجذرية وتنقلها وترويها بتبدأ تشتغل معاك عادي خالص، ما فيش فيها خوف. دي الحبات او العيدان اللي احنا سبناها في الطبق، ما شلناش منها، دي كان هنا 3 4 عيدان، شلنا عودين وسبنا العود، فاصبح في تناسق في العيدان كلها في مساحة او في مقاس واحد او في عمر واحد او في طول واحد. دي اللي احنا فكناها وخفناها، ففي تفاوت في الحجم. ده بالنسبة لعملية الخف. بالنسبة لعملية الترقيع، لما بتزرع عندك سواء كان هجين سواء كان كسر، بتزرع عندك طباق ويحصل عندك فشل في بعض الانبات، بعض النباتات ما نبتتش زي العيون دي كده، وطبعا انت بتبيع للمزارع بالطبق، بتبدأ ترقع الطباق بتاعتك، تضم الطباق. بمعنى ايه؟ بمعنى انك بتفضي العين دي كلها وتجيب من طبق يكون فيه عيدان كتير غايبة زي دي، وتبدأ تجمعهم في طبق عشان تلم الطبق كله، ما يكونش عندك فيه حاجة فيه غايبة خالص، فتبدأ تفضي الطباق زي ما احنا شايفين كده. دي التربة اللي كانت موجودة هنا فضيناها، ونبدأ نشيل من هنا بسكينة نحطها في العيون اللي احنا فضيناها زي العين اللي فاضية دي كده. بنبدأ نجيب وليكن سين من الشتلات، عايزين واحدة نكون لسه شايلينها اصلا، بناخدها زي ما هي كده ونحطها في العين الفاضي. لو نقصت عندك تربة بتبدأ تكملها بالتربة وتحاول تخلي العيدان بتاعتك واقفة. طبعا ممكن تلاقي العيدان عندك متهدلة كده يوم واحد بس، وتبدأ الأوراق تفرد معاك وتتعدل معاك تاني. ده لو انت بتبيع بالطبق. لو انت بتعد بالعود، بتعد للطبق فيه كام عود وتبدأ تبيع بالعود. ده بالنسبة لعملية الترقيع وعملية الخف. طبعا دي محتاجة واحد يكون فاهم في الشتلات، عنده خبرة عشان ما يكسرش العود وهو بيحطه، اللي ما يكسرش الشعرات الجذرية، ما يحصلش عنده تهدل فيخسر الشتلة بتاعته. بس ده باختصار عملية الخف وعملية الترقيع. عملية الخف مش ضرورية جدا انك تزرع 4 5 عيدان عشان ما يحصلش عندك سروالة، لكن لو مضطر، التجربة دي لو انت مضطر. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.